اليوم عندما ظهر حمدوك يوقع لحقن الدماء صار خائنا عند البعض، يعني ليس بهذه الحدية، ولكن الحقيقة أن حمدوك ظروف رفضه أن يصبح وزيرا للمالية في عهد المخلوق عمر البشير هو من رفع أسهمه في النادي السياسي السوداني، لكن قبل ذلك كان يعرفه القليل جدا في أضابير الفكر السياسي وفي المشروع، في مشروع اسمه مشروع الدولة الديمقراطية التنموية. هو كان مشارك في إنتاجه في ظل انسداد الأفق أثناء مقاومة النظام السابق، كانت تقام الورش والندوات وغيره. ظهر من خلال هذه، هو كان قديما منضما إلى الحزب الشيوعي السوداني، ولكن تم أعتقد أنه انتهت علاقته بالحزب الشيوعي السوداني. هذه عند رفضه الحدث الأكبر والأبرز في حياة عبد الله حمدوك بعد تعيينه في اللجنة الدولية للاقتصادية في أفريقيا كنائب للرئيس والقائم بمهام الرئيس. الحدث الأبرز في مسيرته السياسية كان هو رفضه، هو قبل في اللحظة الأولى بعد المفاوضات من قبل أميرة الفاضل التي كانت مندوبة رئيسة مفوضية الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، قادت المفاوضات معه من أجل أن يكون وزيرا للمالية في عهد حكومة معتز موسى. هو بعد قراءات ومشاورات مع آخرين داخل المشهد السياسي السوداني أن هذا النظام لن يصمد حتى تصبح أنت وزيرا للمالية في حكمه، لذلك هو آثر السلام ورفض أن يكون وزيرا للمالية في ظل حكومة المخلوع عمر البشير. هنا ارتفعت أسهمه لدى الرأي العام السوداني، ويعني من حسن حظه أن هذه الأحداث لم تأخذ فترة طويلة حتى جاءت الثورة بالفرج، وعندما تم طرح شخصيات كثيرة في مقام رئاسة الوزراء كان هو خياره الأبرز.